ليس منا، يعني دي براءة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يتبرأ من الناس زي الآن اللي بيذكرهم في الحديث، يعني يتبرأ منهم. كيف يكون هون أولياء وهو صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم؟ قال ليس منا من تطير أو تطير له، يعني يتشائم ولا زول يتشائم له، ثاني سافر يقوم امرق مرقته من البيت كذي ركب العربية، العربية تبطل ما تدور، يقول اوه السفر ده معناه والله فيه شر، مين السي هذه بطلت، ولا ماشي في الطريق العربية تنقلب طوالي شنو يخاف ويرجع، ولا تطير له، دار يسافر واحد يقول له والله اسمع والله انا سفرتك دي اصل ما مرتاح لها، الليله مما فلان ده قابلنا من الصباح معناه سفرك ده ملخبط مره واحد، تطير او تطير له، ده تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، او تكهن او تكهن له، تكهن ده الكاهن، تكهن له ده الزول شنو؟ المشاليو، او سحر او سحر له، وده فيه رد على الناس الذين يجيزون حل السحر بالسحر كما سياتي ذكر المساله والخلاف فيها والراجح من اقوال اهل العلم ان شاء الله تعالى. زول الساحر ده تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون ولي صالح لله سبحانه وتعالى؟ بقول لك والله الطريقه الكزنزانيه من كراماتهم بياكلوا الامواس وبياكلوا القزاز، والواحد بيدخل السيف بيجاي بيمرقوا بيجاي، وبدخل الخنجر بيجاي بيمرقوا بيجاي ويطاعن نفسه، هل دي كرامه؟ والله قال ولا تلقوا بايديكم شنو؟ الى التهلكه. والرسول عليه الصلاه والسلام كان بيلبس الدرع، وهل القزاز ده تاكله ده من الطيبات؟ اول شيء كان حلال ذاته، يا ايها الرسل كلوا من شنو؟ يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات، وقبل كلوا من الطيبات الرسل، تاكل موز دي من الطيبات يا اخي تقرمش فيها بمصرانك ده بيحصل له شنو جوا؟ والشنو كذي الاثنا عشريه واللخبطه الجوا دي كلها، وكلها بلبله سايخ تاكل لك موز، دي كرامه؟ انت اصلا لو بتاكل حاجات زي دي، ولو الناس زي عندهم تاثير في الكون ما ياثروا في الكفار، واحد لو بياثر في الكون ما ياثر في الكفار، يخوف فيك انت المسلم، نحن بناكل كذا وبنعمل كذا والى اخره، وبعد شويه يقول لك اذا تكلمت في شيخنا بغير فيك وبتبين فيك وبينفخك، وللاسف يفتخرون بالشر، ما لقيت ساحر انا والله على وجه الارض بيقدم خير للامه، ما في، بس السحره بيفتخروا بالشر وبالسوء، وصدق الله كما قال موسى عليه السلام، قال الله عنه فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، أي ساحر ده مفسد في الأرض، ده ما صالح في نفسه ولا مصلح لغيره. طيب قال أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد، وذكره وأثبته الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. الحديث ده فيه فوائد كثيرة جدا، ملخص الفوائد ده يا جماعة ملخصة فائدتان، الفائدة الأولى أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، لا تمشي لساحر ولا لكاهن ولا لعراف ولا تتشائم لتتطير وكذا وكذا، ومن فعل هذه الأمور فقد برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ويتخيل إن الرسول عليه الصلاة والسلام يتبرأ منك يوم القيامة وفي الدنيا، موضوع ده خطير، لأن الناس يوم القيامة بيعطشوا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والحوض فيه النبي عليه الصلاة والسلام، إنا أعطيناك شنو؟ الكوثر. وإجوا ملائكة، إجوا بعض الناس من أمتي ليسقون الماء،
عشان يشربون المويه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتضربهم الملائكة بسياط، فيقول: أصحابي أصحابي، فيقولون: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. قال: فأقول: سحقا لمن غير وبدل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية يا جماعة أن العبد يلجأ إلى الله وحده لا شريك له، طالما هو يملك النفع والضر ما تلجأ ليديه، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. زول يدعو يا أخي، زول أي زول عنده مشكلة في الحياة دي، أي مشكلة أسرية مالية بتضايق كثير كذا كذا غيره من الأشياء، بتقرأ في جامعة وما قادر تقرأ، فقر، ابتلاء في السوق، في غيره، مرض، أنت قوم بالليل أسأل الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل كما جاء في الصحيح: إذا كان الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، أي نزولا يليق بجلاله، فيقول: هل من سائل فأعطيه. وأنت تكون نائم ليه؟ تقوم تسأل وتتضرع لله سبحانه وتعالى: هل من مستغفر فأغفر له، وهل من تائب فأتوب علي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قولي ومن أتى إلى آخره، من أتى كاهنا أو عرافا. طيب، قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. والتعريف ده فيه شيء من الحق لكنه ناقص من الإمام البغوي رحمه الله تعالى، لأن الناس في هذا الأمر على قسمين: بعض الناس يعرف الضايع بمقدمات وبأمور حسية، يعني ممكن يتابع الحرامي بشنو؟ بسير الأقدام، ايوه، وبالبصمات، ممكن بأشياء كثيرة جدا. هذا لا يقال عنه أنه العراف الذي قصد شنو؟ في الأحاديث. لذلك العلماء جاءت تعريفات أخرى عنهم في معنى العراف. قال: وقيل هو الكاهن، العراف ده هو الكاهن ذاته. طيب، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، الأشياء اللي بتحصل شنو ليه قدام، وده ذول كذاب في النهاية، لأنه الله سبحانه وتعالى قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كونه يقول وعنده الله سبحانه وتعالى مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا نافية، وإلا استثناء، وده حصر، لا يعلم هذه المفاتيح أو المفاتح إلا هو سبحانه وتعالى. طيب، مفاتح الغيب شنو؟ في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمسة، ثم تلا الآية: إن الله عنده علم الساعة، ذا مفتاح، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس، وده الشاهد نمرة أربعة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فرب العزة والجلال قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ودرد على الكهنة وعلى العرافين وعلى الوداعين وعلى الرمالين وعلى المنجمين وعلى غيرهم ممن يدعون علم الغيب. اي زول يقول لك بكره بيحصل كذا، اعرفه كذاب طوال. قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. صاحي انت ممكن ترتب، تقول: انا بكره من الصباح بدل امشي السوق دار امشي المستشفى لفلان، وبرنامجي كذا وكذا وكذا وكذا. دي نيتك، لكن ده ما إخبار عن شنو؟ عن الغد، لأنه بكرة قد يحصل لك شيء من الصباح. العنوان الأول. أيوه، أخونا شيخ أحمد الله يحفظه
فذكر عن بلة الغايب انه قال حكومة الانقاذ يعني عمره 31 سنة واربع شهور، اربع شهور دي طبعا ما من المونتاج ساي عشان الشغلة الزول يصدقها هاي، وده زول كذاب في النهاية، مش سنة دي بنصبر نشوفها، ولو حصل ما دليل عليه صدقه، لأنه قبل كده قال أشياء وادعى علم الغيب وكذب فيها. هسه كأس العالم الفات قال كأس العالم بتغلب فيه والبرازيل وبتشيل كأس العالم. واحد قال لي البرازيل طقوها كم؟ سبعة ولا كم مرة؟ عشان كده يمنعوا أربعة ثلاثة ثلاثة ثلاثة، المهم مغلوبة. ولذلك ابن عثيمين رحمه الله قال في رياض الصالحين قال قد يصدق أحيانا للحديث، يعني يقول كلمة وتحصل لكن يكذب معها مئة كذبة، قال وقد يكذب أحيانا، قال ومن ذلك أن مسيلمة الكذاب أتي به لبئر، البئر قال مويته بدأت تخف، جابوا له مسيلمة قال له أنت نبي وخذ يدك كذا في البئر دي عشان المويته تمرق له، قال فوضع يده فغارت في الأرض فلم يخرج منها شيء، غتزت الموية مرة واحدة. وده زول غريب جدا، ونسأل الله العافية. والناس اللي عندهم أساليب طبعا بعاين كذي لقى الثورة قوية وحسبها كذي وكذا وكذا، معناها الشغلة دي بتنقلب معناها إلى آخره وكذا، ممكن يديك كلام زي ده، وقد يحصل وقد لا يحصل، لكن يكفي أن الله تعالى قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وده زول مجرم يا أخي، بل ذا بل الغايب ده.